الدراسه مع الديباناج قد ما هي مؤلمه قد ما هي اكتشفت فيها واحد الشق الانساني لرجال الامن. نعم مرحبا. عندي الاب ديالي الله يرحمه مسكين كان اميبليجي يعني تشلل ليه النص ديالو. نعم. وكان خاصني نديه للترويد، والترويد كانت عندي في واحد المنطقه هنا في نقدر نقولها زنقة سوميه شويه صعيب ستاسيونمون فيها. نعم. دونك انا منين بغيت ندي ما كنلقى ستاسيونمون، حطيتها غير لسحت قلت للكونسيرج عافاك راه ما عنديش كيفاش نهز الواليد ديالي حيت ما يمكنش ليا، وكنت يلاه انا والده سيزاريان 3 موا ما عنديش كيفاش نهزو ثقيل عليا، عافاك انا غنخلي الطوموبيل وغنطلعو دغيا للكيني غير انستالي ونهبط نستاسيوني الطوموبيل. هبطت ما لقيتهاش. هبطت منين ما لقيتهاش ومعايا ولدي صغير. شوف دابا اسمح لي نفتح واحد القوس هنايا. شوف دابا شو لا دابا شنو المشكل اللي كتكون فيه بعدا؟ عندك اب ومريض ونتينا مريضه وباغي كتبقى واحد المشكل واحد اخر. والله العظيم وكان مسكين يلاه مريض، كتعرف ديك الساعه كيكون يلاه رجلي كيجرها ويدي كيجرها وكيتقال مسكين الله يرحمه مسكين ويرحم جميع موتى المسلمين. دونك انا منين جدرت طلعت ما بينت له حتى شي حاجه، اصلا هو مسكين في هذيك الحاله. كملت مع الحصص هبطنا، ولدي في يدي صغير عنده شي 4 با، قلت له شوف انا غنشد لك طاكسي وغتمشي للدار وغادي نعيط لماما تسناك وانا غادي نقضي شي غرض. هو بحال يحس قال لي شنو كاين، قلت له انت راه ما كاين والو في الاخر، وانا نقول له بابا راه الطوموبيل داوها انت سير للدار انت. عرفتي مسكين قال لي والو ما غاديش نفرقك. مشيت لعند واحد البوليسي كاين في الرومبوا، قلت له اشنو كاين وشنو كاين. والله العلي العظيم والعواشر هذه لا شد راسو، اقسم باليمين اللي شاف الوالد في هذيك الحاله. نعم. عرفتي عيط لواحد قال لي بلاتي مدام، عيط لواحد الطوموبيله ديالهم ديال البوليس جات عندنا وهزتنا وداتنا الفيلودروم. برافو. وحطوا الوالد مسكين وعطوه الماء وعطوه العصير، اقسم باليمين هادشي اللي كنقول لك. وانا وشديت طاكسي وطلعت لحي الحسني وعيط للناس تما، قال لهم قلبوا لي على الطوموبيل ديالها ما قلبش. كتعرف حي الحسني خلا تما، ما انا شخصيا المراه ما غنعرفش فين انا نقلب على طوموبيلتي. دونك قالوا لي يلا الطوموبيله وصلت في هذا الوقت. مشى واحد الموتور مسكين كيقلب لي على الطوموبيل، عاد باش مشيت هزيتها، عاد باش جبتها انا ولدي، جيت لقيت الوالد كيضحك في الكوميساريه كيضحك، طلعوا لي المورال بواحد الطريقه زعما عجيبه. نعم. وجاو ممساكين كيعتذروا احنا ما عرفناش. لقاو الوالد ديالك ما مدير والو. زعما كثرت ما مسكين هز معايا الهم، وكان مسكين زعما ستريس وهذا، لقيته انا فرحان معاهم وخلق معاهم علاقه وكيقولوا لي الله يعطيهم الصحه. الله يعطيهم الصحه. زعما كنشكرهم من هذا المنبر كاع رجال السلطه ورجال الامن، والله يرحم مسكين ذاك الشرطي اللي كان توفى مؤخرا. زعما كنقول لك بقدر ما انا تالمت ذاك النهار قدر ما انا اكتشفت واحد الشق الانساني اللي زعما وقفوا معنا وجينا بحال شافوا بعينهم، شافوا بعينهم الحاله ديال الوالد، شافوا الحاله ديالك وتحركوا. نعم شافوا بعينهم. وهذه قصه من القصص. ولكن قد ما التشاؤم كاين في هذا النوع من المواقف، من نوع المواقف، قد ما كانت واحد البذره التفاؤل من خلال رجال الامن. صعيبه حيت سيرتو الناس ما كتعرفش الديباناج، تشوفها قدام اوبيتال قدام كلينيك قدام شي طبيب، هذا عرف الناس راه مساكن مستريسين. عرفها صحيح. نعم راه ما لاقيينش قدام مدرسه. انا راه هادشي كنعاود لك ها شويه ديال اما قدام المدارس راه حديت ولا حرج. صحيح. لان هي هو لان كاين القانون وكاين روح القانون. القانون هو يهز لك الطوموبيله اذا كنتي مثلا ماديك، ولكن روح القانون هو يراعي الظروف ديالك اللي خلفتي فيها القانون.